السلام عليكم. اليوم نروح نتعرف على المشروع تاع الخط المنجمي للسكك الحديدية تاع الشرق الجزائري، واللي يمتد على مسافة 338 كيلومتر بين واد كبريت وجبل العنق. إذن وهذا الخط هذا يحتوي على 12 محطة سكاكية، ما بين محطات لنقل المسافرين وكذلك محطات لنقل البضائع. إذن هذا هو، والصور هذه جاية في الجزء الذي يقع بين منطقة واد كبريت وجبل العنق. ولهذا إذن هذا هو الجزء اللي رانا الصور عندنا هنايا، إذن من هذا الخط يعني اللي يشمل في مجمله 338 كيلومتر، إذن من عنابة إلى حدود ولاية تبسة. أترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.